إن العلوم العقلية كالأغذية، وهذا تفسير مهم اكتبوه. أبو حامد يقول العقليات كالأغذية والشرعيات كالأدوية. عجيب، معناها نحتاج إلى قدر أكثر من الشرع ولا من العقل؟ من العقل. أعوذ بالله، كلمة فظيعة. هو هذا، انتبه، هو هذا. الآن تجد أنت تسمع الآن إيه؟ محاضرة أو خطبة أو تقرأ كتاباً، معظم الكلام نقل، قال الله، قال كذا، قال ابن كذا، قال فلان، قال علان، قال 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 قال. يا أخي أين شخصيتك؟ أين عقلك؟ أرني، جيب لي آية اشرحها أنت، حاول أن تمعن في شرحها، في تشقيق الكلام حولها، في فهمها، في استنباط إيه؟ ذخائرها، استخراج كظائمها. إيش هذا؟ ما في عقل، ما في شخصية، كله قال قال كلام، ما في. إذا هذه كتب يعني سبحان الله ما في، المئة فيها بواحد وصفح من أبي حامد بألف كتاب من هذه الكتب. العقل يتحدث، العقل هنا يتكلم باسم الشرع وباسم العقل، كلام جميل معبأ ثقيل. يقول العلوم العقلية كالأغذية، الإنسان يحتاج إلى الغذاء دائما ويحتاج إلى الدواء لماما، ولم صحيح. لكن لما نتكلم إحنا نقول في عندنا حالة إنفليشن في الكلام في الدين، معناه أنا ما كنتش إيه مبالغا صح؟ في خطبة جمعية قلت في عندنا حالة تضخم يا أخي، فضعية 24 ساعة دين 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 دين، هذا شيء مش طبيعي، وضع غير سليم على فكرة. أصبح الناس كالمجانين يا أخي، ما بصح. أنا بحتاج الدين ربما إيه في الأسبوع مرة، موعظة جمعية ممتازة كإنسان عادي مش كطالب علم متخصص، ممتازة كويسة تعبير عقلي وقلبي بس. وسبعة أيام الأسبوع بحتاج للزراعة والتجارة والإدارة والسياسة والعمل والكدح والاكتساب والمعاش ومرمة المعاش واختراع العلوم والفلسفات والنظريات والمخترعات، هاي اللي بدنا إياها عشان الحياة تصير حياة مش معقول يا أخي. لذلك أنا اقتراح دائما وما زلت بقترح والله العظيم، وإن شاء الله هذا مقترحي يقع موقع القبول من بعض الناس اللي بيمولوا الفضائيات هذه. بدنا فضائية إسلامية، نعم اسمها بنفس إسلامي، فيها ساعتين على الأكثر ثلاث ساعات يوميا دين، والباقي كله كيمياء، فيزياء، كوزمولوجيا، تاريخ، فلسفة، منطق، جيوبوليتكس، بوليتكس، هو هذا. وتبعها إيه؟ أمي وأختي وأنا وأنت، وبصير في اعتدال. هو هذا رغم الصحيح كما قلنا. والمقربات الدينية والفقهية في الحياة محدودة. أنا ضربت مرة في خطبة، إذا أردنا أن نبني مشتشفى، مشفى معين، شبيتال يعني، في مكان معين، ما هو القدر الذي يحتاجه من الدين؟ فتوى أنه هذا جائز، ما نحتاجهاش، لأنه كل الناس عارفين أن المستشفى ضرورية ومهم نتطبب ونتعالج يا حبيبي، ما بديش فتوى. أنه لا والله يا أخي خلينا شوية نتورع ونستنى فتوى من مولانا الشيخ العلامة كذا مفتي مش عارف، لا 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 ما احتاجوش، حابب المستشفى من غير ما إيه يحتاج فتوى. بس ما هو القدر الذي يحتاجه من علم الهندسة المدنية والمعمارية ما يقوم به هذا البناء الضخم صح؟ ما هو القدر بيحتاجه من العمال والفعلة اللي يجيبوا ويعملوا ويخطوا ويبنوا ويشتغلوا يا حرام بالألوف، يمكن بدنا ألوف أو مئات الساعات، إذا ما كانش ألوف الساعات شغل متواصل. القدر اللي بيحتاجه من الديكور وهندسة الديكور كثير جدا مهم جدا هذا، من هندسة الإدارة مانجمنت كيف ندير هذا المستشفى والعوائد تبعته كثير، الاقتصاد الجدوى ودراسة الجدوى وإيش بيبقى ده كثير، من علم الطب عاد والصيدلة والتمريض والنيرس شاغل كبير، وهذه حياة. وين دور الفقه هنا؟ ما فيش دور. وعليش صدعتوا رؤوس 24 ساعة في الدين تتكلموا يا أخي؟ هلكتونا. مش حابين يقول لك عدنان الخبيث يزحد في علماء الدين، هم ما بينظروش إلا لحالهم، بينظروش لا للأمة ولا للعقل، شايفين بس عيوب يغمزونا. يا أخي لا بغمزكم، الله يخليكم، ما أنا زيكم، ما أنا منكم، ما أنا من أهل القبيلة هذه، ما أنا من قبيلة شيخ ومشايخ. على كل حال يقول إيه؟ فإن العلوم العقلية كالأغذية والعلوم الشرعية كالأدوية، والشخص المريض يستضر بالغذاء متى فاته الدواء، فكذلك أمراض القلوب لا يمكن علاجها إلا بالأدوية المستفادة من الشريعة. كلام جميل. أجمل شيء فيه إنه يقول لك حاجتك من الدين محدودة، انتبه، محدودة. حاجتك من العقل والفهم وممارسة الحياة كثير جدا، كالغذاء كالغذاء. كم تتناول الدواء أنت؟ عكسونا القاعدة يا جماعة ذولا، والله العظيم عكسونا القضية، كل حياتنا معكوسة. أنا حاسس إنه في شيء مش طبيعي، أنا حاسس بس عبرت عنه الحمد لله في خطبي، في شيء مش طبيعي في الحياة الإسلامية، مش طبيعي. عشان هيك لما صارت الثورة ما شاء الله شفنا النتائج، قال مظاهرة بالطالب مليون لحية، يا أخي يخرب بيتكم، مليون لحية، نقصنا مليون لحية إحنا؟ نقصنا مليون وظيفة للملتحين زيكم، أنتم فارغين أشغال، صح؟ نقصنا مليون وظيفة لمليون لحية، مش لاقي شغل، إلا أن تدعو إلى مليون لحية.
هو هذا اللي بدنا اياه بالضبط، هذه المعادله المفقوده، صح ولا لا؟ قال لك مليون لحيه، قال وبعدين مليون نقاب، تهزأ من النقاب. يقول وظن من ينظر وظن ما تعبت، انا لازم انكس والله تعبت اعذروني اخي اللي حشوفوني يقول لك ماله الشيخ، انا الي يا حبيبي كم 5 ساعات بتكلم متواصل، فهذا الحلقه الحين هذا كله في نفس المجلس والله ما تحركت وبعدنا الله يعينه. قال وظن من يظن، والله يعينكم جميعا، وظن من يظن ان العلوم العقليه مناقضه للعلوم الشرعيه، وظنوا المفروض وظنوا وان الجمع بينهما، وظنوا معناها وظن من يظن ان العلوم العقليه مناقضه للعلوم الشرعيه وان الجمع بينهما غير ممكن، هو ظن صادر عن عمى في عين البصيره، نعوذ بالله من، هل هذا محارب للعقل؟ هذا يؤكد ولا يزال يبدا ويعيد في موضوع ايش، او يبدا عفوا يبدا ويعيد في موضوع ايه، في موضوع انه لابد من احترام العقل، لابد من التوفيق بالعقل والنقل، العقل لا يستغنى عنه، العقل كالشم، العقل كالنظر، العقل ك شو اسمه هذا كالغذاء، العقل هذا ضد العقل هذا الرجل؟ مستحيل.